ينتظر أن يحيي النجم المغربي سعد المجرد مساء اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس حفل زفافي على صديقته غيثة العلاكي بحضور عائلتيهما وبعض أصدقائهما المقربين، ومن بين أصدقاء المجرد المقربين الذين حجوا إلى فرنسا من أجل حضور حفل الزفاف المصمم المغربي عصام وشمة الذي وثق يوم أمس تواجده بباريس من خلال صورة أمام قوس النصر. وإضافة إلى وشمة، أعلنت صديقة المجرد مصممة الإكسسوارات مريم الأبيض تواجدها بباريس، وذلك عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، حيث أعلنت تواجدها بدار أزياء المصمم اللبناني الشهير زهير مراد الذي ينتظر أن ترتدي أحد تصاميمه خلال حفل زفاف المجرد الليلة. من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية بأن سعد قد اشترط على مدعويه الحضور من دون هواتفه من النقالة حفاظا على خصوصية الحفل. يذكر أن المجرد قد أعلن مؤخرا عبر حسابه على انستغرام عقد قرانه على صديقته المراكشية المقربة غيثة العلاكي التي تصغره بخمس سنوات.